عاوز تخسر اكبر كميه دهون ممكنه في وقت قليل مع المحافظه على صحتك وعلى عضلاتك، وزنك كبير 120 130 كيلو وبدات تمشي على الانظمه اللي هي بتخسك كيلو الى نص كيلو اسبوعيا، بدات تزهق وتحس بالملل، محتاج نظام يخسك 20 30 40 كيلو وبعد كده تبدا تنقل على الانظمه دي ويحافظ على صحتك ويحافظ على عضلاتك، وزنك عالي وعندك عمليه والدكتور قالك لازم تخس عشان نقدر نعمل العمليه، عندك تكيسات في المبايض والدكتور قال لازم الوزن يخس عشان نبدا نحل المشكله ديت، يبقى ان شاء الله النهارده في الفيديو دوت لو انت اتبعت التعليمات اللي انا اقولها لك هتقدر تخس 40 كيلو في خلال شهرين بمعدل 5 كيلو اسبوعيا، منهم 3 كيلو دهون و2 كيلو مياه على حسب وزنك برضو، يعني انت ممكن تخس ازيد او ممكن تخس اقل على حسب وزنك وكمية دهونك. طبعا كل ما تبقى في الوزن اقل كل ما بتبدأ تخس اقل، كل ما يبقى وزنك اعلى كل ما بتقدر تخس اكتر. وبرضه ما تقلقش الناس اللي هتبدا تخس دايما، انت كنت بتمشي على انظمه بتخس فيها وبعد كده تبدا ترجع تكتسب الوزن تاني، لا انا هبدا ان شاء الله النهارده اقول لك على امثله اكل انك تطبقها عشان تكون تتاكد انك ماشي صح، وفي نفس الوقت في نهايه الفيديو هبدا اديك طرق عمليه ازاي انك تقدر تمشي على الاكل اللي انت بتحبه وفي نفس الوقت ما ترجعش تكسب الوزن تاني وتكمل خساره الدهون او تثبت على وزنك. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان هتبدا تكتب تجربتك تحت، تبدا تشوف تتابع الفيديوهات الجايه، لو عندك اي سؤال اساله تحت في الكومنتات بخصوص النظام وانا هبدا ارد عليك، عشان لما تكتب تجربتك تحت ان شاء الله لما تقدر تخس تبدا تحفز الناس التانية انها تبدا تمشي على النظام دوت عشان تبدا توصل لوزنها المناسب وبعديه تبدا تنتقل على اي نظام تاني. السلام عليكم، معاكم عم شعراوي. يلا بينا نعرف ايه هو النظام ده. قبل ما اتكلم على النظام هبدا اقول العناصر بتاعه الفيديو، بس انا النظام دوت الفيديو ماشي بترتيب كتاب دكتور ليل ماكدونالد ذا فات رابت لوز، انا واخده منه عشان نقدر نتمكن ان احنا ننفذ النظام صح بدون ما نخسر عضلات او يحصل لنا اي مشاكل صحيه. عناصر الفيديو: ازاي اكتشفوا النظام دوت وهل فعلا بيأثر على صحتنا وبيخسرنا عضلات، التعليمات المفروض نمشي عليها عشان ما يحصلناش اي مشاكل صحيه، تالت حاجه هيبدا يتكلم عن الفرق بين الكارديو وتمارين الحديد والمقاومه في خساره الدهون والمحافظه على العضلات، ازاي اقدر احسب كميه الاكل المسموح ليا، بعد كده ايه الاكل الممنوع المسموح، وبعديها هنبدا نتكلم على معدل الحرق، ليه هيحصل هنا معدل حرق هينخفض وازاي نبدأ نرجعه تاني عشان نكسر ثبات الوزن ونفضل نقدر نخسر دهون، وبعد كده هنبدا نتكلم على اهميه الوجبه الفري والريفيد في رفع معدل الحرق، وبعد كده هنبدا نديك امثله تمشي عليها اكل عشان تقدر تنفذ النظام دوت، وبعديها هنبدا نقول في الاخر خالص انك ازاي تقدر بعد ما تخسر الوزن تقدر تحافظ على وزنك بدون اكتسابه مره اخرى. تعليمات النظام: هات ورقه وقلم وابدا اكتب. هتشرب من 4 ل 6 لتر يوميا على حسب عطشك، يعني انت مثلا ممكن تشرب كمان 3.5 لتر 4، شبعت خلاص، ما شبعتش ممكن تبدا تزود لغايه 6 لتر. تاني حاجه هنبدا نشتري شويه مكملات غذائيه بسيطه زي الاوميجا 3 وهتاخد منها حبايه الصبح اول ما تصحى، او ممكن لو انت مش عاوز اوميجا 3 تاخد معلقه زيت بذر الكتان دوت فيه كميه اوميجا 3 عاليه، وبعد كده هتبدا تشتري مكمل غذائي مالتي فيتامين سواء سنتروم لو انت خارج مصر او داخل مصر فيتا ماكس بلس او كيرو فيت، بعد كده تبدا تجيب مغنيسيوم بلس 200 ملي جرام تاخد حبايه بالليل قبل النوم، وطبعا هتجيب مكمل كالسيوم 500 او 600 ملي جرام هتاخده برده بالليل، يبقى المالتي فيتامين والاوميجا 3 مع الفطار والكالسيوم والمغنيسيوم بالليل قبل النوم. يبقى كده هي دي التعليمات اللي المفروض تنفذها عشان ما يحصلكش اي مشاكل صحيه وتتاكد انك بتاخد فيتاميناتك ومعادك صح، والبوتاسيوم ان شاء الله انا هبدا اتكلم عليه وهتبدا تاخده من الخضروات. ازاي اكتشفوا النظام دوت؟ العلماء والدكاتره كانوا عاوزين يبداوا يخلوا الانسان يقدر يخس اكبر كميه دهون ممكنه وفي نفس الوقت يحافظ على عضلاته ويحافظ على صحته، فلقوا الحاجه الوحيده اللي هتحافظ لك على عضلاتك هو البروتين. بداوا خلاص يعملوا تجارب، يمشوا ناس على انظمه بروتين عاليه ويبداوا يشوفوا هل فعلا ايه اللي هيحصل. لقوا فعلا الناس خست كمية كبيرة جدا من الدهون وطلع فعلا أسرع نظام، بس في نفس الوقت أثر على صحتهم. بدأوا يعملوا أبحاث لقوا إن البروتين لما بتاكله فقط بدون الخضروات أو أي حاجة تانية فين الألياف فين المعادن فين الفيتامينات اللي جسمك محتاجها، فبالتالي تبدأ تأثر على صحتك. بدأوا خلاص طيب إحنا عاوزين عنصر تاني ندخله مع البروتين في نفس الوقت يبقى سعراته قليلة وفي نفس الوقت يدينا الفيتامينات والمعادن والألياف اللي هتخليك تشبع وبالتالي تقدر تستمر في النظام دوت. طبعا إيه هي؟ هي الخضروات، والخضروات طبعا اكبر حاجه هتلاقي فيها فيتامينات ومعادن الجسم محتاجها، فبداوا يعملوا ابحاث ثانيه. هنمشي على نظام عالي البروتين منخفض الكربوهيدرات، الكربوهيدرات كلها هتبقى من الخضروات، يعتبر شبه منعدم الدهون 10 جرام او 15 جرام هتلاقيهم من الاكل اللي انت بتاكله. وجدوا ان في خلال 3 و6 شهور وسنه ان الموضوع ما اثرش على صحتهم، وبالعكس الناس خسرت وزن كتير جدا وفي نفس الوقت قدروا يحافظوا على صحتهم وفي نفس الوقت طبعا حافظوا على كميه العضلات بتاعتهم، لان هنا لما انت
تبدأ تاكل بروتين مرتفع، ايه اللي بيحصل؟ جزء الجسم بيستخدمه كطاقة والجزء التاني بيروح للعضلات، فانت لما ترفعه تتأكد ساعتها ان جسمك ما هياخد من عضلاتك، فبالتالي تقدر تحافظ على عضلاتك. هتلاقي كل الابحاث العلمية دي موجودة تحت في صندوق الوصف. بعد كده هنبدأ نتكلم في نقطة هي بعيدة شوية عن الموضوع، بس هو هنا حاططها في الكتاب عشان هتساعدك انك تخسر الوزن اسرع. دايما لما بيجي نتكلم على خسارة الوزن، اول حاجة بتيجي في عقل الناس انك تعمل الكارديو. الكارديو هي اللي هي التمارين الهوائية زي السباحة، الجري، نط الحبل، العجلة. بس عيب الكارديو انك لما تبدأ تلعبه على مستوى بعيد 2 إلى 3 شهور هيسبب معاك خسارة في العضلات، زي ما انا شرحت قبل كده في فيديو تمرين عالية الحدة. قلنا هنا ان الكارديو بيستخدم 40% فقط من الالياف العضلية، هيبقى 60% من الالياف العضلية انت ما استخدمتهمش، فهنا العضلات لا تستخدمها تزودها، ما استخدمتهاش هتبدأ تخسرها. فعشان كده هو قال لازم لو انت بتلعب كارديو لازم تدخل معاه تمارين مقاومة او تمارين حديد عشان تقدر تحافظ على عضلاتك. وبالتالي هنا الابحاث العلمية بدأوا يعملوا مقارنة بين تمارين الكارديو وتمارين الحديد، اثبتت ان تمارين الحديد بتساعد على الحفاظ على العضلات وبناء العضلات اكثر من الكارديو، وفي نفس الوقت بتساعدك على خسارة الدهون اكثر من الكارديو. يبقى هنا لازم تلعب تمارين حديد او مقاومة. لو انت مش عاوز تنزل الجيم شوف فيديوهات تمارين مقاومة بوزن الجسم في البيت، مثلا هي 10 او 20 دقيقة على اليوتيوب، هتلاقي مثلا تمارينات زي السكوات، العقلة، الضغط، او تمارين اللي هي بوزن الجسم ديت، هتساعدك على خسارة الوزن اسرع وتبدأ تبني لك عضلات او تحافظ على عضلاتك. انما هتبدأ تلعب كارديو بس على المستوى البعيد هيبدأ يخسرك عضلات. وهنا افضل حاجة في النظام دوت انك تعمل معاه تمارين حديد او تمارين مقاومة. ممكن تبدأ تلعب كارديو يوم او يومين، بس يفضل هنا انك انت كده اصلا بتتحرك وحركتك في البيت هتبقى هو دوت الكارديو بتاعك او مشاويرك او شغلك. واهم فوائد تمرين الكارديو والحديد ان هو هيبدأ يرفع معاك معدل الحرق، وهيبدأ يظبط معاك انك مترجعش تكسب الوزن مرة اخرى، لانه كل ما تعمل حجم عضلي كل ما تبدأ معدل الحرق بتاعك يزيد. الناس اللي ما عندهاش وقت خالص غير اللي هي تعمل كارديو مثلا نص ساعة يومين في الاسبوع تمام، بس طبعا لو انت استخدمت تمارين الحديد او تمارين المقاومة هيبقى افضل. حتى لو انت ما عندكش وقت انك تلعب رياضة خالص هتخس برضو بكمية كبيرة جدا، ويعتبر اسرع نظام تقدر تخس عليه دهون. يلا بينا دلوقتي نشوف كمية البروتين اللي جسمك محتاجها وامثلة الاكل انك تقدر تاكلها عشان تمشي على نظام عالي البروتين منخفض الكربوهيدرات والدهون. دلوقتي ان شاء الله هنبدأ نشوف كم جرام بروتين انت محتاجه سواء انت رجل او انت امرأة. يبقى هنا هات ورقة وقلم عشان تبدأ تسجل. اول حاجة الفئة رقم 1 لو انت رجل 15% دهون او اقل، تاني فئة 16 لـ25%، تالت فئة 26% دهون او اعلى. لو انت امرأة يبقى 24% او اقل دهون، يبقى انت في فئة رقم 1. في الفئة رقم 2 من 25 لـ34%، في الفئة رقم 3 35% دهون او اعلى. نسبة الدهون بنطلعها عن طريق جهاز اسمه الانبادي 230. الانبادي دوت هتلاقيه في الجيمات الكبيرة او عند دكتور تغذية. لو انت ما قدرتش توفر على جهاز الانبادي شوف في الصورة اللي تحت نسبة دهونك او نسبة دهونك قريبة لاني صورة عشان تبدأ تحدد نسبة دهونك التقريبية. بعد كده هنبدأ نحسب انت محتاج كام جرام بروتين. يبقى اول حاجة لو انت بدون هنا يعني بدون تمارين بدون بذل اي مجهود، المقاومة لو انت بتلعب تمارين بتشوف فيديوهات على اليوتيوب او بتلعب كارديو او تمارين بوزن الجسم، لو انت تالت فئة عندنا لو انت بتلعب حديد. اول فئة اللي هي 15% عند الرجل دهون اقل، او عند الانثى 24% او اقل دهون، بتاخد من 2 لـ2.5 لو انت بتلعبش رياضة. لو بتلعب رياضة المقاومة او الكارديو بتاخد من 2.5 لـ3 جرام من وزن جسمك صافي الدهون، ولو انت بتلعب حديد هتاخد من 3 لـ4 جرام. ما تقلقش ان شاء الله انا عامل لك مثال تقدر تفهم بيه اكتر. تاني حاجة هنا معانا لو انت نسبة دهونك من 16 لـ25% بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة 25 لـ34%، لو بتلعبش رياضة هتاخد 1.8 جرام من وزن جسمك، لو بتلعب تمارين مقاومة هتبقى 2.1، لو بتلعب حديد 2.5. رقم 3 لو انت نسبة دهونك 26% او اكتر اللي هو دوت بيكون معظمنا، او 35% او اكتر، بتاخد 1.6 من وزن جسمك لو بتلعبش اي رياضة، رياضة المقاومة 1.8، الحديد 2. بعد كده هنبدأ نتكلم على انك مثال بنت وزنها 130 كيلو نسبة الدهون 45% كم جرام بروتين هي محتاجة. اول حاجة احنا بنبدأ نحسب
وزن الجسم بدون الدهون ونضربه في الفئه اللي انا قلت لك عليها. يبقى اول حاجه هي نسبه دهونها 45%، نبدا نضربها في 130 كيلو هيبدا يدينا 58.5 كيلو وزن الجسم من الدهون. طيب احنا طلعنا وزن الجسم من الدهون، نبدا نطرحه بقى من الوزن الكلي عشان نطلع وزن الجسم بدون دهون اللي هو 130 ناقص 58.5 هيبدا يدينا 71.5 كيلو. بعد كده هي 45% دهون، يعني فئة رقم 3 ما بتلعبش رياضة، يعني اول جزئية اللي هي تضرب في 1.6 وزن جسمها صافي دهون، يبقى 71.5 في 1.6 هيدينا 114.5 جرام بروتين يوميا. طيب مثال رجل وزنه 130 كيلو ونسبة دهون 45% كم جرام بروتين؟ بس هنا هيفرق ان هو هيبدأ يلعب رياضة حديد. يبقى اول حاجة لازم نحسب وزن الجسم من الدهون. بعد ما نحسب وزن الجسم بدون نطرحه من الوزن الكلي يدينا وزن الجسم بدون دهون. بعد كده هو 45% يعني فئة رقم 3 مع الحديد هيطلع 71.5 في 2، لان 2 هنا مش 1.6، ان 1.6 ما كانتش بتلعب حديد، انما 2 هنا اللي بيلعب حديد هيدينا 143 جرام بروتين يوميا، وهو دوت اللي محتاجه. لو انت المعلومات مش ظابطه معاك وتلخبط، اكتب لي تحت نسبة دهونك ووزنك كام وانا هقول لك بالظبط انت محتاج كام جرام بروتين. طيب ناكل ايه؟ اول حاجه المسموحات جميع انواع البروتين قليل الدهون، صدور الفراخ، لحمه الحمراء بدون الدهون، سمك مشوي، تونه مصفى من الزيت، بياض البيض، ارانب، صدور البط، جبن خاليه من الدهون مثل الجبنه القريش او اي جبنه تانية تبقى خاليه الدهون. بعد كده الخضروات قليله الكرب غنيه بالالياف والفيتامينات والمعادن مثل السبانخ، الجرجير، الخس، الكابوتشا، الطماطم، الخيار، الكوسه، البقدونس، الفلفل الاخضر، الليمون الى اخره. اهم حاجه هنا لازم لما تيجي تبدا تاكل مع كل وجبه خضروات هتبدا تكتر من الورقيات الخضراء، لان دي اهم حاجه احنا بناخد منها البوتاسيوم، وهتبدا تجيب ملح اسمه دكتور سولت. الملح دوت غني بالبوتاسيوم ومنخفض الصوديوم، انت محتاج هنا بوتاسيوم فبالتالي تبدا تستخدمه. ملح اسمه دكتور سولت، لو انت ما لقيتوش خلاص ابدا استخدم الملح البحري هيبقى افضل من الملح العادي. بعد كده الممنوعات جميع الكربوهيدرات الصريحه والسكريات والنشويات مثل البطاطا والرز والبطاطس والمكرونه والشوفان وجميع الفواكه والسكر والعيش الى اخره. يعني انت هنا بنعتمد على البروتين، و سواء الدهون بتبقى موجودة في وسط البروتين قليل جدا او من الاوميجا 3، وبنعتمد على الخضروات قليلة الكرب زي اللي احنا قلناها فوق. طيب دلوقتي لكل 100 جرام من الطعام المستوي كم كمية بروتين؟ هل مثلا لما انا قلت لك كل 120 جرام بروتين يعني انت بتاكل 120 جرام لحمة؟ لا طبعا. هنشوف دلوقتي صدور الفراخ والبط المستوي ال 100 جرام مستوي فيهم 30 جرام بروتين مش 100 جرام بروتين، ودايما هنا الناس بتخلط بالمعلومة دي. لكل 100 جرام في 30 جرام بروتين. تاني حاجة تونة مصفى من الزيت 28 جرام بروتين الى 30 جرام بروتين. بعد كده السمك المشوي المخلي تقريبا من 20 ل22 جرام بروتين لكل 100 جرام. بعد كده اللحمة الحمراء 28 جرام بروتين، الارانب من 25 ل30 جرام بروتين، بياض البيض 4 جرام بروتين لكل واحد بياض بيض بدون الصفار، جبن القريش 13 جرام بروتين. يبقى احنا كده عرفنا معظم الاكل اللي احنا هناكله اللي فيه بروتين عالي. قبل ما نتكلم على أمثلة الأكل هنبدأ نتكلم على أسباب انخفاض معدل الحرق وكيفية رفعه مرة أخرى. هل لو شخص 100 كيلو هيحرق نفس سعرات شخص 80 كيلو؟ أكيد لا، فكل لما تقل في الوزن ده حاجة طبيعية، معدل الحرق بيفضل يقل معاك. يعني مثلا لو انت 80 كيلو جرب تشيل 20 كيلو على ظهرك وابدأ امشي مسافة كيلو، هل السعرات اللي هتحرقها نفس السعرات وانت مش شايل ال 20 كيلو؟ لا طبعا هتبقى ازيد. فعشان كده كل ما يبقى وزنك ازيد كل معدل الحرق يرتفع، كل ما انت بتخسر دهون كل ما معدل الحرق بتاعك بيبدا يقل، وبالتالي كمان هنا في النظام دوت انت مقلل سعراتك فبالتالي معدل الحرق بيبدا يقل اكتر. فازاي نقدر نتغلب على المشكله دي؟ تاني حاجة اسمها الادابتيشن. الجسم دايما بيحاول يتأقلم على الوضع اللي انت تحطه فيه. يعني مثلا الجسم بعد خسارته للدهون بيحاول يتأقلم على وزنه الجديد، وبيحاول يقلل معدل حرقه عشان يحافظ على وزنه ويتعود على المجهود اللي انت بتبذله عشان يثبت على الوزن. يعني لو شخص قل 10 كيلو مفروض مثلا معدل الحرق بتاعه يقل 150 سعرة، لا هو هيقل 250 سعرة. ال 100 سعرة الزيادة دول هي حالة الادابتيشن عشان الجسم يبدأ يقول لك خلاص انت مش بتخس، لا انا هبدأ بقى ادخلك في مرحلة الادابتيشن وابدأ اثبتك على الوزن، لان هو مش عاوز يفقد الوزن وعاوز يرجع تاني لحالتك الطبيعية. وفي الحالة دي طبعا مع انخفاض معدل الحرق ومع تقليل سعراتك بالتالي بيبدأ فيه هرمونات بتقل معانا زي الليبتون وهرمون الجوع بيبدأ يزيد. فازاي ان احنا نقدر نتغلب عليهم؟ رفع معدل الحرق مرة اخرى عن طريق الريفيد او الوجبة الفري. الابحاث العلمية
في ابحاث علميه كتيره جدا اثبتت قالت والله ان الرفيد والوجبه الفري بيرفعوا نسبه معدل الحرق بعد انخفاض السعرات. وفي هنا بحث علمي اتعمل على مجموعتين من الناس، مجموعه ماشيه على سعرات ثابته 2000 لمده 8 اسابيع، يعني هم بياخدوا 2000 كالوري لمده 8 اسابيع، ومجموعه تانية ماشيه على 1200 سعره بس في نهايه الاسبوع بتبدا تاخد تعمل رفيد ووجبه فري بترفع السعرات الى 2000 سعره. يعني كده يعتبر الاثنين ماشيين على نفس السعرات 2000 سعره، بس مجموعه بتاخد كل يوم 2000 سعره ومجموعه بتفضل ماشيه 1200 وبتيجي نهايه الاسبوع تبدا ترفع سعراتها. لقوا ان بعد 8 اسابيع الناس اللي بتعمل الرفيد والوجبه فري على نفس السعرات خسرت كميه دهون اكبر من الناس اللي كانت ماشيه على نظام ال 2000 سعره بدون ما تعمل رفيد او وجبه فري. الرفيد بيبقى عباره عن انك بتزود كربوهيدرات معقده زي البطاطا، الرز، الشوفان، البطاطس، انما الوجبه الفري بتبقى وجبه خلاص انت نفسك فيها بتحسن من نفسك وفي نفس الوقت بترفع برضه هرمون الليبتون عشان تقدر تستمر على النظام. الرفيد زي ما احنا قلنا كربو معقد الى اخره، واهم حاجه في الرفيد طبعا انك بتبعد عن السكريات والفواكه، ممكن تبدا تدخل ثمره او ثمرتين فواكه انما ما تحاولش تزود منهم. طرق الرفيد، امتى اخد الرفيد في الوقت الصح عشان ابدا ارفع معدل الحرق بتاعي؟ يعني الطبيعي ان بعد اول اسبوع بيبدا معدل الحرق بتاعك يبدا يقل تدريجي، فعشان كده كل 12 يوم بنبدا نعمل رفيد. اول حاجه انت اول شهر بتحاول ما تدخلش اي وجبات فري خالص، بتعمل النظام دوت 12 يوم، بتيجي في اليوم ال 13 وال 14 بتاخدهم يومين الرفيد، بتاكل فيهم من 3 ل 4 وجبات كارب، وهبدا ادي عليهم مثال لمده شهر. طيب اول شهر خلص، بعد الشهر دول انت عاوز بقى تبدا تدخل وجبه فري، برضو بتمشي نفس النظام 12 يوم، بتيجي في اليوم ال 13 وال 14 بتدخل وجبتين رفيد من الكارب المعقد معاهم وجبه فري، او لو انت مش عاوز وجبه فري تدخلها في يوم واحد واليوم الثاني يبقى تاخد 3 ل 4 وجبات كارب معقد اللي هم وجبات الرفيد. طيب في طريقه تانية برضو، ان بس دوت بعد اول شهر، كل اسبوع بدل ما كل 12 يوم بتعمل رفيد، بعد اول شهر ممكن كل اسبوع تعمل يوم رفيد، بدل اليومين تاخد فيه 3 وجبات رفيد او وجبتين رفيد مع وجبه فري. مثال ليوم رفيد، انت دلوقتي بتقسم وجباتك 3 وجبات مثلا بتاكل فيهم بروتين وخضروات، فهنا بتزود مع البروتين 150 جرام بطاطا، بتزود مع تاني وجبه 150 جرام بطاطس، بتزود مع تالت وجبه 100 جرام شوفان وممكن ثمره فاكهه، او انك بتزود مثلا يبقى اليوم النهارده بتفضل تزود 3 وجبات او 4 وجبات 150 جرام بطاطا او 150 جرام بطاطس او 150 جرام رز مسلوق وهكذا. يبقى هي دي الطرق اللي فيه. فاول شهر كل 12 يوم بتبدا تدخل يومين رفيد في اليوم 3 ل 4 وجبات كربوهيدرات معقده. لو انت عديت الشهر عاوز تعمل كل اسبوع يوم رفيد تمام، عاوز تمشي زي الطريقه القديمه ودوت اللي انا بفضله ان كل 12 يوم بتبدا تدخل يومين رفيد تمام براحتك، اللي تشوفه مناسب ليك ابدا اعمله. ودايما الوجبه الفري بتاعتك تبقى غنيه بالكربوهيدرات قليله الدهون، دايما في يوم الفري حاول تخلي فيه نسبه الدهون ما تزيدش عن 50 جرام، وكل لما يكون الوجبه الفري بتاعتك تبقى فيها كربوهيدرات كل لما يكون افضل بالنسبه لك. هنبدا نتكلم دلوقتي على مثال اكل البنات ومثال اكل الشباب. اول حاجه الوجبه الاولى 150 جرام صدور مع طبق خضروات يكون غني بالورقيات الخضراء وبتاخد معاه حبات الاوميجا 3 والمالتي فيتامين. تاني وجبة بتاخد 150 جرام تونة مصفى من الزيت مع طبق خضروات، او ممكن تغير التونة بلحمة. الوجبة الثالثة 150 جرام جبن قريش مع طبق خضروات ومغنيسيوم بلس والكالسيوم. طبعا هنا انت ممكن تغير الجبنة القريش تجيبها برضو بجبنة منخفضة الدسم، وفي نفس الوقت انت بتشوف انت محتاج ليك كام جرام بروتين وبتبدأ تحسب زي ما انا قلت. يعني هنا مثلا لو بدأت تحسب في صدور الفراخ فيها 30 جرام يبقى اول وجبة فيها 45 جرام بروتين، فانت بتبدأ تحسب وتشوف المناسب ليك. النظام دوت كمثال متوسط لاكل البنات. مثال لاكل الشباب، الوجبه الاولى 200 جرام لحمه حمراء مع طبق خضروات وبتبدا تاخد برضو الاوميجا 3 والمالتي فيتامين. الوجبه الثانيه 250 جرام سمك مشوي بدون زيت مع طبق خضروات. الوجبه الثالثه 6 بياض بيض مع طبق خضروات مغنيسيوم بلس والكالسيوم بتاخده بالليل مع اخر وجبه، وينفع تشيل 6 بياض وتضيف بدلهم 150 جرام جبنه قريش. تبدا تبدل في الاكل اللي انا حاطه لك مسموح في البروتين براحتك، واهم حاجه هنا انك بتحسب بتشوف كام جرام بروتين ليك زي ما حسبنا قبل كده وتبدا تاكله. ولو انت طبقت النظام دوت ان شاء الله هتبدا تخسر الوزن اللي انت عاوزه، ممكن تعمله شهرين 3 شهور. اهم حاجه تشوف انت عاوز تخسر قد ايه وابدا التزم بالنظام دوت مع الرفيد والوجبه الفري، هتلاقي دايما معدل الحرق بتاعك كل شويه يرتفع وبالتالي ما تثبتش على وزنك وتبدا تستمر في خساره الدهون. كيفيه المحافظه على الوزن بعد خسارته،
في هنا نوعين من الناس. النوع الاول يعرف يحسب سعراته فبالتالي دوت هيبدا يتجه الى حساب السعرات. النوع الثاني دوت اللي انا هبدا اتكلم عليه اللي هو بيحب ما يحسبش السعرات او مش عارف يحسب سعراته وفي نفس الوقت عاوز ياكل الاكل اللي بيحبه بدون ما يبدا يرجع يحتسب الوزن تاني. بس خلينا متفقين برضو اننا كلنا ممكن نغلط وممكن نقع، وبس اهم حاجه لما نيجي نبوظ ما نبوظش جامد ونبدا نرجع تاني الى النظام. وخلينا برضو متفقين انك اول ما ترجع للنظام الكربوهيدرات هتبدا تزيد من كيلو لاتنين كيلو، هيبقوا مياه، ما تقلقش منهم خالص، مياه مش دهون داخل العضلات زي ما انا شرحت قبل كده. وافضل حاجه هنا انك تتابع نفسك عن طريق الصور والمقاسات والانبادي، انما الوزن دايما حاول ما تخلوش الحاجه الاساسيه، يبقى حاجه جانبيه عشان ما تحبطش. اول حاجه هتاكل من 2 ل 3 وجبات كبار، يعني هتبدا تعمل الصيام المتقطع. الصيام المتقطع لو انت مش عارفه هتلاقي تحت فيديو مشروح تحت في الديسكربشن بوكس، لان الابحاث العلميه وجدت قالت السناكس اللي احنا بناكلها بتعمل على زياده الوزن، لانها بتبدا تسبب رفع الانسولين، وبالذات الناس اللي بتاخد سناك سكريات بالتالي بيرفع الانسولين ويبدا ينخفض برضو تاني بسرعه، فبالتالي تبدا تحس بالجوع. انما لما تبدا تاكل وجبتين لثلاث وجبات كبار هتبدا تحافظ على سعراتك وفي نفس الوقت هتحافظ على وزنك. تاني حاجة معانا هتبدأ تاكل دهون صحية. اكل الدهون الصحية المتوسطة زي زيت الزيتون، زيت الاوميجا 3، زيت جوز الهند او زيت بذر الكتان، الابحاث قالت ان 20-25% من اكلك لما يكون دهون دوت هيساعدك على تكون اكثر صحة وهيساعدك على الشبع. واهم حاجة تقلل من الدهون المهدرجة والدهون النباتية اللي هي زي زيت عباد الشمس وزيت الذرة الى اخره. رقم 3 تبدأ تاكل الكثير من الالياف اللي هي من الخضروات ومن الفواكه، بس دايما لما تيجي تختار الفواكه حاول تقلل من الفواكه اللي هي سكرها عالي. اول حاجة الخضروات والالياف بتساعد على وجود الاكل في المعدة اكبر، فبالتالي بتشبع الشعور بالشبع. تاني حاجة ميزتها انها مليانة فيتامينات ومعادن الجسم بيستفاد منهم، وسعراتها قليلة هتساعدك على الاكل الكتير وفي نفس الوقت هتشبع وسعراتك قليلة فتستمر في خسارة الوزن او تثبت على وزنك. رقم 4 قلل عن اكلك السكريات او امنعها تماما، وافضل حاجة انك تمنعها مع اكل متوسط من الكرب المعقد زي البطاطا والرز والشوفان والفول والخبز اللي من القمح والبليلة والعيش، لان السكريات هنا برضو هتفرز الانسولين بكمية عالية جدا وهتتسبب في تخزين الدهون، وفي نفس الوقت لما الانسولين يرتفع هيبدأ يقل تاني، فبالتالي هنا هتبدأ تجوع وبتبدأ تجوعك دايما، فبتأفضل حاجة هنا اننا نمنح ونعتمد على الكرب المعقد. بعد كده هتاكل على مهلك، كل بالراحة، لان المعدة لغاية ما تبعت اشارات للمخ ان مثلا معدتك اتنرت بتاخد وقت، فبالتالي لما انت تبدأ تاكل بسرعة ممكن تدخل كمية اكل كبيرة جدا في وقت قليل وتحس ان انت مش شبعان. انما لما تبدأ تاكل براحتك هتبدأ ساعتها ترسل اشارات للمعدة للعقل خلاص ان الجسم هنا بدأ المعدة تتمني، وبعد كده تبدأ تشبع. بعد كده وجبة فري كل 7-14 يوم، 4 هنا مكتوبة غلط، هي مفروض كل 7-14 يوم، عشان تبدأ تساعدك على رفع معدل الحرق او انها تحسن الحالة النفسية بتاعتك مما يؤدي للاستمرار على النظام. اخر حاجة معانا حاول تلعب رياضة حتى لو مشي 2-3 أيام في الاسبوع، وبعد كده تبدأ تنقل على تمارين الهيت، وافضل حاجة طبعا انك تبدأ تعمل تمارين مقاومة او تبدأ تنزل تعمل حديد. وبكده احنا قلنا ازاي تقدر تخسر 40 كيلو في خلال شهرين، وفي نفس الوقت ازاي تحافظ على الوزن بعد خسارته. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتكتب تجربتك تحت عشان تبدا تشجع الناس انها تبدا تمشي على النظام. لو عندك اي سؤال اسال تحت في الكومنتات وانا هرد عليك. ما تنساش تفعل خاصيه الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجايه. لو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك. شكرا للمشاهده، في رعايه الله، السلام عليكم.